أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الثلاثاء تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا. حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن حصيلة الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى غاية صدور هذا البلاغ وصلت إلى 38 حالة مؤكدة. وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 سنة.